ترأس سمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة 29 للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1996 في شأن الأوسمة، وقرر المجلس الموافقة النهائية وبصفة الاستعجال على مشروع القانون وإرساله إلى رئيس مجلس النواب. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وقرر المجلس الموافقة النهائية وبصفة الاستعجال على مشروع القانون وإرساله إلى رئيس مجلس النواب. كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقرر المجلس الموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة. الحقيقة اليوم ناقشنا مشروعين. المشروع الأول كان يتعلق بموضوع الأوسمة، تجريد الأوسمة ممن لا يستحقها. طبعا كان التعديل مبني على قاعدة دستورية واضحة، من يملك حق منح هذا الوسام هو صاحب الجلالة الملك المعظم، يملك حق سحبه أو تجريد الشخص من هذا الوسام. بالنسبة للموضوع الثاني كان يتعلق بمؤسسات الإصلاح والتأهيل. الحقيقة كان المشرع حريص كل الحرص على اتساع دائرة الزيارة بالنسبة للسجين أو للنزيل، حدد الجهة المعنية بالرعاية الصحية في هذا التعديل. ناقش مجلس الشورى اليوم في جلسته البيانات المالية المدققة لسنة 2023، واللي طبعا جاءت بتقرير من ديوان الأرقام المالية والإدارية، والحمد لله يعني كان هناك فعلا في التوافق بأن هذه البيانات اليوم جاءت بتقرير من ديوان الرقابة المالية والإدارية بأداء متميز. وفي نفس الوقت احنا طبعا اليوم نفتخر بأن عندنا موجود في أمانة عامة، وعندنا موجود في جهاز مالي اللي هو تمكن من إدارة أموال المجلس في أحسن أحوالها. وأعتقد أن اليوم الحمد لله يعني هذا هو يعكس أن احنا اليوم الجهة الرقابية المسؤولة عن مجلس الشورى في أدائها سواء كان المالي أو الإداري، وهو ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعطينا نوع من البيان ويعطينا نوع من التقرير يثني على الأداء، وفي نفس الوقت يخلع من الملاحظات اللي ممكن تكون جاءت من خلال تدقيقهم إلى الأداء المالي والإداري.